تعالوا معايا للباستا ستيك. سجلوا المقادير عشان ما اضيعلكوش وقت بالكلام. عندي مكرونه شرايط، اعملي اللي انت عايزاه، بس هي بتبقى مع الشرايط حلوه قوي. عندي سبانخ مقطعاها جوليان، جوليان يعني شرايط بالطول، نفس الفكره بتاعت المكرونه. عندي الستيك بتاعي طبعا لازم يبقى فيه شويه دهن بسيط عشان هو اللي بيديني التست، روزماري، طماطم شري، زبده، جبنه بارميزان، حبوب فلفل اسود تكون مجروشه جرشه بسيطه بس خشن، عندي شويه ثوم مهروس، وعندي كريمه وملح وفلفل ناعم برضو اسود. اول حاجه بعملها باخد الزبده بتاعتي واقوم نازله بيها على الطاسه. انا هنا حاطه شويه زيت ومسخنه الطاسه عشان ما تتحرقش مني الزبده بتاعتي. اقعد اقلبها بالشكل ده، وانا بقلبها باخد الروزماري واقوم نازله بيه عشان يديني الطعم. تمام اهو بعمل كده. كده انا خدت طعم الروزماري، اول ما شميت الريحه بتاعه الروزماري يبقى انا كده خدت الطعم بتاعه. هستعمل الستيك بتاعي، هنزل بالستيك في الطاسة عشان ياخد التشويحة بتاعته معايا. حل اهو. طيب هنا بخليها بالشكل ده، ما بحطش على الستيك بتاعي ملح او فلفل اسود دلوقتي خالص، بخليه ياخد التحميرة. بصوا انا لو حاولت اشد الستيك دلوقتي هو هيلزق في الطاسة، حتى لو الطاسة نوعها كويس جدا. ليه؟ لان اللحمة بتاعتي لسه واخدة صدمة وبتنزل العصارة بتاعتها، وده مش صح خالص. الصح اللي انا هعمله اني ابتدي اعمل كده، ابتدي اخلي الدهن بتاعي او الزبدة بتاعتي بالشكل ده تيجي عليه من كل النواحي، بنديله صدمة عشان اللحمة تمسك معايا نفسها واقدر اشيلها براحتي من غير ما اقطع الستيك بتاعي بالشكل ده. تمام باخدها وابتدي انزل عليه بالطريقه دي. كده هبتدي اشوف الستيك بتاعي بقى تمام ولا لسه. اهو من عندي من هنا لسه معايا، شايفين لسه ماسك. لو قعدت عافر معاه بقطعه، يعني مش هعرف اشيله. هنا خليني نشوف برضو لسه نفس الموضوع، ببتدي اعملها بالطريقه دي. اها ايوه كده شايفين، يعني هو ابتدى يتشوح معايا. الناحيه الثانيه هتاخد لها حوالي برضو دقيقتين. هبتدي انزل بحبوب الفلفل الاسود في المرحله دي، اذا كان في الزبده او على الستيك، عليهم الاثنين. تمام هاخد شويه ملح هرشه عليهم برضو، بس اعمل حسابي اني انا لسه هحط ملح لما اجي انزل بالكريمه بتاعتي، يعني من الحاجات الضروريه قوي. هنا عندي الستيك بتاعي بقى تمام، ببتدي اقلب فيه بالراحه خالص، او ابتدي اديله الزبده بتاعتي بالشكل ده وخلاص، يعني ما بعملش فيه اي حاجه. اهو هاخد الستيك ده على الفلانشه اللي عندي. انتوا هتسووه سوى اللي انتوا عايزينه، لو عايزينه اكتر من كده سووه اكتر من كده، بس انا الصراحه هو كده بالنسبه لي الستيك في احسن حالات لي. هزود شوية زيت بسيط مش كتير على الزبدة، شوية يعني ما يعادل معلقة عشان الزبدة بتاعتي ما تتحرقش. هنزل بالتومة بتاعتي، هننزل بالتوميتو اللي هي الطماطم، طماطم شاري، ممكن تعملي طماطم عادية. هنزل بالسبانخ، وهنزل بشوية ملح. طيب هحط شوية ملح كمان، احنا حطينا ملح ها في الاول، بزود الكمية اللي انا هحتاجها، وبحاول اشيل اعواد الروزماري. خلاص بقلب السبانخ بتاعتي دي، هتبتدي تنزل معايا على طول، احس انها خدت طعم الستيك وادتني الطعم بتاعها برضو. التوميتو نفس الموضوع، او الطماطم نفس الموضوع، فلفل اسود اتشرب فيها، الثوم والسبانخ في ثانية، هي بس تنسطيوها، يعني هي تقليبة بسيطة تبقى معانا السبانخ حلوة جدا. خلاص باخد الكريم فريش او الكريمة بتاعتي وانزل بيها بالشكل ده. تفكركوا بايه؟ كريسمس صح؟ طيب هنا عندي كمان الستيك بتاعنا، هبتدي اقصه بالشكل ده
انتوا قصوا القصه اللي انتوا عايزينها براحتكم خالص. هبتدي اقطعه بالطريقه دي. الصوص اللي عملناه بصوا بقى منظره ايه، حاجات حلوه وجميله، سبانخ حلوه واخده التست كلها، التوميتو خلاص، الطماطم بقت مستويه معايا، شايفين الجمال. هعمل ايه في المرحله دي؟ باخد الستيك بتاعي اللي انا قطعته وبنزل بيه واسيب لي كام قطعه، ايوه كده، عشان ازين بيهم دول. وانزلي انتي كمان بس كده. باخد زي ما حضراتكم شايفين قطعة بسيطة خالص، بديها تقليبة خلاص، هي وانس ان وصلتها السخونية هتلاقيها بقت معانا تمام، يعني هتلاقيها استوت على طول، مش هتتأخر معانا، حتى اللحمة دي هتكمل السوا بتاعها. يلا عشان محدش يقول اللحمة نية لسه، هي اللحمة الصح بتاعها اننا يدوب تاخد التشميعة من برة وتبقى اللون بتاعها احمر وخلاص، ده احلى اكل اللحمة عشان تقدري تستفيدي بيها. وهي بتغلي معايا كده هنزل انا بالشرايط بتاعتي، المكرونة الشرايط اللي عندي اهو، وتقليبة محترمة. يلا بينا هعمل كده، ونحط الطماطمية دي هنا ونخليها تغلي، نخليها تغلي تاخد وقتها خالص. وهي بتغلي انا هزينها وهي بتغلي، يعني نعمل ايه؟ طيب اوكي، ناخد ده واخد القطعة دي كمان من الروزماري، يديني طعم اوميمتون، وابتدي احط الستيك بتاعي بالشكل ده. ايديكم متعقمين حلوين جمال وكل حاجة قبل ما تعملوا اي حاجة في الحياة خلاص. وباخد الروزماري بالعكس بتاعه عشان الورق بتاعي يتشد، و بس خليها بقى تغلي تاخد راحتها على الاخر، بعد كده نشوف هنقدمها مع بعض بنفس الشكل ده. جبنا البارميجان بتاعتنا او الباراميزان على حسب كل واحد بينطقها ازاي، وابتدي انزل بيها على الباستا بتاعتي، مش هكترها عشان ما غطيهاش، بس انا هخليها عشان تسيح معايا وتتوغل جوه الوصفه، ونخلي دي هنا ممكن نحتاجها. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.